عاتبها ويلمع دمعها وغير الموضوع أنا الغلطان دام السالفة توصل مدامعها. السلام عليكم كاتكاتك في اخبار تمام. جيت لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن عن التيك توك. ما عندنا صراحه اي شيء، فبدخل التيك توك لقيت لي كذا فقره تدخل عليها طلع لك مقاطع عشوائيه، في منها ميمز وفي منها مو ميمز. يا عيال ترى انا مقهور، انا الحين في فتره اني قاعد اشتغل وماني قادر انا اصور، قاعد اصوركم اخر الليل، قاعد مغير جدول نومي كامل عشان اقدر اصور اروح الشغل برضه. امس مصور مقطع نص ساعه وما صار عشان الصوت خربان، واليوم شكله ما راح يصير لان الوالد دقيقه وبيجيني انا، ولحد الان الوالد ما يدري ان عندي قناه أنا. فلا تنسوا لايك واشتراك وحسابات الجديد تابس الدغوص تابعوني عليه كامل، تابعوني اسناب بعد وليتسكو نبدأ المقطع. مقطع امس كان على يعني في شخص طلب مني اني نسوي رياكشن على مقاطع الجزائر، اوكي؟ لكني ما اقدر صراحة، ما فهمت ولا شيء، حاولت لكني ما فهمت والمقطع طلع مرة بايخ، فقلت ما ينزله وبطل صراحة. فليتسكو. ثلاث شهور حتكلفك 250 ريال بس؟ اي بس 2050 ريال اي 2050 ريال معلش والله بس؟ مليونين ريال بس؟ مين انت؟ والله بطلة، بس احس انه لو كان البرستة هذا و... لا البرستة شخص، انه الكافي هذا بس حق بنات بيكون مرة بطل، انا اشوفه مزين وشي معلم. بعطيكم نصائح، انا جاي عندي نصائح وروح بس استغرابي. عندي عيال خواتي اطمن اذا بينامون عندنا ولا يروحون بيوتهم. جبتوا شنط؟ لا لا لا. امكم جابت شنطه؟ لا بس كيس سيتي ماكس وشبي رخيص. ثلاثه اكياس. زين. امك جابت ثلاثه اكياس؟ لا هو امهم ذولا جابوا ثلاثه اكياس. وجدتي جايه في الطريق. وانت؟ خمسه اكياس. وانا يا رب. بيناموا. شوف هذا انا التيك توكر ده انا ما احبه صراحة، ما احبه بالتيك توك لان انا ما اعرفه واقعيا، فما احبه بالتيك توك. سوما لو سمحت اعطينا نصيحة للعرايس. التنصح لكم ها قمن، يلا اول يوم التطبخ والتمكنس ها قمن، يلا تسنى عني، هذه هي نصيحة مني، نصيحة من الامبراطورة. شباب انا هذه هل هي لهجه حقيقيه ولا بس لهجه لها هي اللي هي تمن تقصد مدري، المهم انه هذه كلمات زي هذا يقول التسفر الى التملدف اقصد سفر للمالديف، ما ادري انا ما عجبتني هذه اللهجه. واذا كانت لهجه اصليه مثل لهجه اهل الرياض وهالنجد وشي احترامي لهم، بس اذا كانت لهجه هذي لا. محمد هم لي بطاط. ابشري ايش بطاط يا اخي؟ ابشري والله معك بطاط. والله معاه بطاط، بطاط حمار، بطاط وحمر وشطة، هذا ايش كذا طالع بالشارع؟ شوف واحد اثنين هنا في اثنين فكرتوا ناصر غصي مدري ليه، وثلاثة يعني والله لو كنت اخر حرمة في العالم لو كنت اخر حرمة شفتي؟ استغفر الله لا كت لا اللي يقول ليش تشرب الكاسات دي اول شيء ما دخلت ثاني شيء ما لقيت الا ده. ايش رايكم اني خلصت براد والله متعذب. شوف ما في ولا شيء ما في، اوكي كاس ثاني عشان اقدر اصور. من هذا احبه والو ليش ما تفتح الباب؟ اوكي ليش ترى المعصب اليوم برسنبيشن. هلو سكر باب ونقلع برا يلا. قسم بالله انه هذا مره بطل عندي. شباب انا في عندي اخ الكبير اللي اذا كان قاصد اكبر واحد العيله لا صراحه لا، اخوي الكبير مره بطل. شباب تبي اي شيء هو بطل فيه، اي شيء تبي هو بطل فيه، بس اللي اصغر منه اللي هو اكبر مني صالح لا كذا ولسه ازود، بس ما يلعب العاب الكترونيه ما يفهمون فيها كلهم اصلا ما عدا الصغير. زبده بنات هذا بنطلوني هذا وين شريتيه؟ من وين متى؟ برشكا. شريتي من برشكا لو قلتي لي؟ يا حيوان كنت مهني كذاب. قسما بالله اني ما شفت تشترينه. والله العظيم حتى قلت لك ميال، ايش رايك في هذا؟ قلت لي شفت تشترين بيك. انت شريتي اكثر مني قلت لك كذا. ايوه هذا اللي شفت تشترينه معاه.
هذيك المرة يا عيال شفت مقطع لها تقول انه ظلت فترة لحد ما انشهرت وما حد يعرف انها يمينية. اصرح انا وقتها حتى عرفت انها يمينية اصلا ما طيقها انا يعني عشان تبعها. يا اللي انه شهر العسل بيكون في المالديف لانه حق ارسال. مقتدر وعنده فيلا وعنده سيارة وخدم وحشم الحمد لله. يعني هذا الشيء بيريحني انه انا لا اخدمه ولا اسوي شيء يعني معززة مكرمة. اي والله التحلم والتخيل ثم صغير هذا بيعيال تحية العساكر بس هذا مقصود فيه انه الراتب قليل. يبا لو العسكر جد العادي راتب قليل. بعرفك على المناطق عندنا مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض. لو تجيهم قطرة موية من السماء بتشوف أهلها أسعد ناس في العالم. منطقة الجوف ما عندهم فعاليات غير الأردن. رايحين جايين مع المنفذ كل ما زانت الجلسة. مدينة عرعر. يعني ودي أسكن في الجوف صح؟ أبي الجوف صراحة. أنا ودي أروح على الأردن. مدينة في أقصى الشمال. وإذا أحد قال لك منهم كذا يا رجل عويض الله من شرك أنا بعشيك تمم لو أنت ساكت. محافظة الحوطة مشهورين بفاكهة الترنج. وإذا سألت أحد عن شيء وقال لك في ذا يعني هناك فلا تستغرب من الكلمة. ما في ذا سمعت أكثر من مرة يعني هناك. بس هذا لجين مرة بطل صراحة. أنا وحسين ومؤة وعمر قاعدين كده في يوم زي القمر بنعمل كده شوف بس دقيقة. أوكي شوف واحد اثنين هذه ما علينا هذه الصغيرة بس هذه شباب الحين صارت استحقاقها اللي هي تتحجب وتتستر وشيء بس دام اخوك كذا خلاص ما علي. لا تقول لها اي شيء ترى صاير. ليه وش فيها؟ تو نجيب المستودع وصرفوها قول لها طلبيتك بتوصل لك في البيت. وش ذا؟ يا استغفر الله العظيم بس ليش كذا يا اخي؟ جبان قال لها شيء. كلام طقمين الحين عيد بكره وانا ما خلصت اموري ولا سويت شيء. لا صحري ماس انت ايش صار عليك وين رحتي؟ تخيل رحت لهم وزحمه الدنيا كلها هناك وقاعد انتظر طول اليوم صايمه وجوعانه وعطشانه. ماما انزقت بس هذا التواصل اه كذي ابا خلها لا عايد حتى لو طيح ادري اوه ما شاء الله شالتني كيفك صدق صدق اسمه الربع صديق الكل اقسم بالله مره بطل وريني تصور ما والله مبدعين اقسم بالله بطل مهيتوا في السياره ونفتح الجو يحتاج ونغرق حلويات ونجرب 10 من 10 والطعم يفوز. خلصت اليوم تسامة. بالنسبة للطقم هذا شريته من شيء من جوتشي وسعره بيقارب 6,000 إلى 7,000 ريال تسامة. أما بالنسبة للساعة سعره اللي شريته 16,000 و17,000 ويقارب السعر هذا تسامة. تحسب خلصنا كذا لا لسه باقي آخر. لا 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 أصدق أشياء من كثير اشوف لو ضع مقلوبه الطيب هزم النظر. اقسم بالله انك مبدع واستمر استمر تكفى على هذا المحتوى. بس اقسم بالله انك بطل. كم متابعينه؟ 200 والله يستاهل مليون صراحه. ترى ذا اوكي شوفوا هنا يسوي كذا اوكي يرجع كذا. ايش مقصود الترند ذا؟ المقطع ينعاد فيه ينعاد فاهمين؟ تنصح بالمنتج؟ انصح فيه. طب خذ وقف. تنصح بالمنتج؟ في مغنيسيوم؟ 25% مغنيسيوم. ايوه انصح فيه. ترى مو لازم مغنيسيوم. المغنيسيوم حقي ما حد يلمسه. خلاص هذه تنصح؟ انصح فيه. خذ وقف بالله. ايوه انا انصح فيه. دقيقة انت دكتور؟ ايوه انا دكتور اسنان. انت دكتور؟ مرة الحمد لله كذا 100% تكون المعادي يا عيال. 100% من الأطباء ينصح بالمنتج بس باقي الدكتور هنا لا
لا ما انصح اخي، حرام عليكم. لو منتج 100% من الاطباء ينصح فيه يا اخي خلاص يا اخي. مستحيل انصح لانه فيه مغنيسيوم. انت كل مره تخرب علينا يا اخي. المغنيسيوم يمكن يسبب هشاشه عظام. لا طيب نخفف لك المغنيسيوم عادي. اذا خففت يمكن. طب خذ وقع. الحمد لله 100% مبروك. الله يبارك فيك. لا لا ما انصح. ليش العب في المغنيسيوم حقي اخي؟ مو معقول اللي بمنتج 100% من الاطباء. انصح ما انصح. ما لكم اذا تبغون انصح فيه انا انصح. انت انت دكتور والله ممتعين اقسم بالله. اطلق تيم هم في واحد معهم بس نسيت اسمه. اسمه سيد نيد مثل كذا اسمه. والله ابطال قسم بالله استمروا. انا اكثر شيء اكره السوق. ليش ما ادري بس ما اطيقه ما اطيقه ما اطيقه مره. خانق انا امي عشان ما اروح. ما اطيقه صراحه. يمكن من 4 شهور رحت مره واحده. بابو بي بابو بي بابو بي بابو بي باسم الباري كتبنا حرف الباء ابدعنا. شباب هذا انا احبه اوكي. بس في كذا ملاحظه انه تيك توك معروف اللي هو المهم انك تحط غنية او صوت وانت تركب شفايفك على. فهمتوا صح؟ هذا اكثر شيء يسويه اللي هنا تكون صوت بنات. ما انصحك والله ما انصحك. ترى ما هي كويسة. رجعها رج هنا كفالة رجعها. الذي خلى النفس عادي يرجع للذي في نملة تحجبت يوم السبت. ليش؟ ليش؟ ساتردي. مرة محمد رمضان قال بروح حمام قالوا له ليش؟ قال بروح اسوي نمبر 1. نيو ابو ناصر اسمع ابو ناصر اسمع يروح ابو ناصر في صاروخ سودات. ايش صار؟ صاروخ احمر وش تقول؟ يقول في صاروخ سوى دايج. صار سوى دايج صار. وش صار؟ ما عاد بقول لك صار. الله يلعنك ولا يقول لك. والله خربوا جوه. بتاخذ كم في الشهر؟ 7 جنيه. كم؟ هذه شباب حلوه جمالا حلو بس اني ما اعطيكها صراحه. هذا ابن الشر ابن المكرونة يا فتار في شب النبي والإسلام. أي شيء يقول مصطفى الممري مع لعنك الله. كش 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 لا تصيح أوكي. أحس بيصير الجو بطل. قصة إن صديقة البنت يتزوج أخوها مرة بطلة. بيكونوا متفقين بس برضو لا لها وجه ثاني. أنا مستحيل يكونوا متفقين لأن كل واحدة بتبين يعني حقيقتها صدق لأنه بيعيشون مع بعض. السلام عليكم يا رجل. وعليكم السلام. إني أرى في عيونك أحمرار السنين. ماذا بك يا رجل؟ سكران واطقع ما أشوف. أنت عندك شيء؟ لا ما عندي. سبد لقص. حقيقة أنا في الغرفة دي أوكي اللي قاعد أصور فيها تزوجت أختي اللي كانت الخطوبة. الخطوبة ما أدري إذا عندك غير لكن الخطوبة إحنا عندنا يجي العريس البيت أهل العروس ويلبسها الخاتم بعدين يروح العريس عاد هناك ببيت يبي يسوي حفلة يبي ينام لكن العروس في البيت يصير له حفلة. حلو بالخطوبة صاير الحفلة وأنا نايم هنا. أقسم بالله يا استغفر الله العظيم. لكن الله يهنيك يا اختي حبيبه قلبي. عاد هي اللي ربتني يعني. والله التصوير 25 دقيقه يا عيال. والله اني استمتعت مره مره استمتعت. اتوقع اكثر مقطع بينزل لكم طول كذا مره. بنزل كله اي مقطع عجبني بنزل اي مقطع هنود بحذفه.
ولا هناك صناعات الحلقه لا تنسوا لايك والاشتراك حسابات موجوده تحت صندوق تابعني عليه كامل تابعني على سناب بعد وصلى على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ومع السلامه اي شوفوا اي شيء تبون تسوي عليه رياكشن في التيك توك سووا عليه منشن هذا حسابي كذا طالع قدامكم هذا حسابي منشنوني عليه وسلم لي على اميمك مع السلامه حبيب قلبي حبيب قلبي